بعد اليوم السادس عشر من بدء حرب أكتوبر المجيدة، دخلت مصر مرحلة أخرى لاستكمال تحرير الأرض عن طريق المفاوضات السياسية، حيث تم إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بوقف جميع الأعمال العسكرية في 23 من أكتوبر عام 1976، مع إلزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. المرحلة التالية من معركة التفاوض تضمنت مباحثات عسكرية للفصل بين القوات، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف المعارك في 28 من أكتوبر عام 1973 بوصول قوات الطوارئ الدولية إلى جبهة القتال على أرض سيناء الغالية، قبل أن يتم التوقيع في 11 من نوفمبر من عام 1973 على اتفاق يضمن الالتزام بوقف إطلاق النار ووصول الإمدادات اليومية إلى مدينة السويس، ومن ثم البدء في تبادل الأسرى والجرحى. واعتبر هذا الاتفاق مرحلة افتتاحية هامة في إقامة سلام دائم وعادل في منطقة الشرق الأوسط، لما ساهم به من تمهيد الطريق أمام المحادثات السياسية والتوصل إلى اتفاق فض الاشتباك الأول في يناير من عام 1974 واتفاق ثاني في سبتمبر من عام 1975. وأدت معاهدة السلام بين الجانبين إلى انسحاب إسرائيلي كامل من شبه جزيرة سيناء في 25 من أبريل عام 1982، وعودة السيادة المصرية على كامل تراب البلاد، فيما عاد الجزء الأخير متمثلا في مشكلة طابة التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء. فاستغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية 7 سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف. فأعلنت هيئة التحكيم الدولية في 30 من سبتمبر عام 1988 حكمها بالإجماع بأن طابة هي أرض مصرية، ليتم بالفعل رفع علم مصر عليها في 19 من مارس من عام 1989. أهلا بحضراتكم من جديد. ذكرى تحرير سيناء يوم 25 من أبريل أثبتت أن بالإرادة يأتي النصر. النصر ليس فقط في المعارك ما بين الجيوش النظامية، ولكن النصر في المعارك الأخرى على المستوى النفسي، المعارك البيولوجية، أيضا معركة الإرهاب ضد الدولة. في هذا نتحدث في حوارنا مع سعادة اللواء دكتور شوقي صلاح الخبير الأمني وأستاذ القانون. سعادة اللواء مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. في البدايه يعني زي ما قلنا بالاراده، يعني كيف اثبتت الاراده المصريه انتصارها على مدار التاريخ بدايه من تحرير سيناء وحتى الان في الحروب المستعره والمستمره؟ نعم. على مصر. نعم. نبدا الحكايه من ان سيناء استهدفت، والبداية هنقول من 1967، نكسة، هزيمة في حرب، إسرائيل تحتل كامل شبه جزيرة سيناء. اللي حصل إن الجيش المصري لازم يعد نفسه بعد هذا الحدث الجلل إنه يعيد تنظيم نفسه وتسليح الجيش عشان يعني يحرر سيناء من هذا الاحتلال. إنما الجيش موقفش، عملوا حاجة اسمها حرب الاستنزاف، ودي نقطة مهمة جدا. أوجعت المحتل الإسرائيلي كثيرا. حرب استنزاف معناها إنك أنت جيشك بيقوم بعمليات خلف خطوط العدو وعمليات قوية جدا ومؤثرة. صحيح. إلى أن وصلنا إلى حرب 73 وحسمنا الموقف بعبور ناجح، وبعد العبور حصل إيقاف لإطلاق نار وحصل مفاوضات، خدنا سيناء كاملة من خلال معاهدة كامب ديفيد، ولكن ما عدا طابة. خرج آخر جندي إسرائيلي من سيناء في 25 أبريل 1982. صحيح. شكرا، حررنا. عشان كده بنحتفل كل سنة في هذا التاريخ بذكرى تحرير خروج آخر جندي محتل لأرضنا. طب أكمل لك بس. طيب أنا كنت عايز بعد كده بس خدنا طابة عشان أكمل المنظومة بتاعت سيناء. خدنا طابة برضو احنا حاربنا بس على المستوى القانوني.
1989 في نوفمبر خدنا حكم لصالح مصر بعد يعني بعد يعني صراع قانوني قوي جدا، ولكن حسم لصالح مصر فخدنا طابة، ودي كده حررنا كامل سيناء. ده بشكل عام عن ليه 25 أبريل بنحتفل بذكرى تحرير سيناء. إنما سيناء بقى، عشان أنا هقول يعني الجزء الثاني، لم تسلم من إن هي تبقى هدف برضو، بس الهدف اللي كان تعرضت ليه سيناء هدف من تنظيمات إرهابية هي اللي كانت عايزة تقوم بدور اللي قامت بيه إسرائيل قبل كده بس بشكل آخر، ألا وهو إيه؟ إن تقتطع سيناء بس على يد الإرهاب. انا هسيب حضرتك تكملي السؤال. انا يعني كنت بس يعني هتكلم مع حضرتك في جزئيه، انه فكره تحرير الارض، تحرير نعم. الارض استطعنا ان احنا نحرر سيناء وحصلنا على كامل الارض. ما الاختلاف الذي حدث في الواقع الحالي؟ يعني القضيه الفلسطينيه مثلا، محاوله تهجير الاشقاء الفلسطينيين الى سيناء وغيرها من المشكلات التي تحاول ان تصدر إلى مصر، برأي حضرتك يعني هذه التحديات كيف تواجهها مصر خلال هذه المرحلة، وخاصة أنها أصبحت ليست بين جيوش نظامية كما نعم. حدث في نعم. 25 أبريل. شوفي أستاذة سحر، حضرتك دخلتي يعني على موضوع تاني، نرجع موضوع الإرهاب وأثره على سيناء، لأن ده موضوع جد مهم، والدولة المصرية الحقيقة قامت بدور رائع، بطولي رائع لا يقل عن دور يعني القوات المسلحة، قامت بالدور في 73 وحررت الأرض، وقبلها كان حرب الاستنزاف زي ما قلنا. إنما الدور اللي قامت به السلطات المصرية لمواجهة الإرهاب دور بطولي لا يقل عن الدور دون، برضو قامت بيه القوات المسلحة والشرطة المصرية. هو جزء من الإرهاب، لكن هذا إرهاب دولي. هو ما أنا جاي لحضرتك بقى، إحنا أنتي دخلتي في الملف بتاع أثر الحرب في غزة حاليا على أمن قومي لسيناء. صحيح، وده الحقيقة كلام مهم جدا. خلينا نبدأ الكلام في الجزئية دي ونقول إن بقالنا أكتر من 3 أشهر والسيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بيهددها، نقتحم رفح، نقتحم رفح، وفيها 1,300,000 على الأقل في خيام، يقتحم بريا رفح وبيهدد بيها. هل هو يقصد من هذا التهديد ان هو يعمل مناورة سياسية عشان ينجح المفاوضات بأقصى قدر من الفايدة اللي بتعود على إسرائيل، ولا هو هيقتحم فعلا وهو ده اللي هو في نيته واللي هو هينفذه واللي هو بيهدد بيه؟ الحقيقة الموقف ده لا شك بيهدد الأمن القومي المصري، وبيهدد بأن لما هيحصل اجتياح لرفح طبيعي طبيعي في ظل وجود الـ1,300,000 دول في خيام هيبقوا في مواجهة جحيم، لأن الدخول البري مش دخول سهل، ده بيبقى قبليه ضربات طيران، ثم الدخول البري ده ليه أثار وتبعات، هتضطر المدنيين الفلسطينيين ان هم يهربوا من الجحيم وقد يتحركوا الى سيناء، فاذا سيناء مهدده. طب يا فندم، انا بس في الجزئيه دي عشان دي انا عندي نقاط محدده يعني اناقشها مع حضرتك. سيناء يعني يمكن الحكومه المصريه قامت بملف تنميه كبير جدا في سيناء، كيف نواجه الارهاب بالتنميه؟ كيف نواجه او نحقق الامن القومي لسيناء بالتنمية والمشروعات الكثيرة التي يعني يمكن قامت بها الدولة المصرية خلال المرحلة السابقة ومستمرة فيها حتى الآن يعني؟ طيب احنا لو رجعنا بالتاريخ ل 2014 نجد ان السيد الرئيس المشير القائد عبد الفتاح السيسي اعلن في 2014 اعلن عن مشروع قومي لإيه؟ خلي بال حضرتك من الكلمتين اللي جايين دول، مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية سيناء. يعني إذا حط الحماية لسيناء مع التنمية، ودي عملية صعبة جدا، بمعنى أنت واجهت بعد الثورة التصحيحية في 30/6/2013 الشعب المصري أزاح سلطة قائمة. طيب بعد كده التنظيمات
الإرهابية توحدت ضد الدولة. إذن إحنا في مواجهة خطر إرهاب رهيب، مش على سيناء بس، على كل الدولة. طيب الخطر ده لقينا القائد عبد الفتاح السيسي بيبقى يحارب الإرهاب وفي نفس الوقت بشكل متوازي بينمي في كل مصر، مش في سيناء بس، إنما أعلن بالذات في مشروع متكامل في ليه؟ لأن سيناء كانت مركز رئيسي للتنظيمات الإرهابية، كانت مركز، فهو عمل التنمية بجانب مواجهة الإرهاب، وهو ده الواقع اللي احنا شفناه. الحقيقة مواجهة العناصر الإرهابية وبالذات اللي كانت متمركزة في شمال سيناء، طب ليه اختاروا شمال سيناء؟ لا، هو في طبعا أسباب كثيرة، أهمها عشان بس ما ندخلش الموضوع هيطول الشرح فيه شوية، إنما في سيناء وكان في بعض التنظيمات المتطرفة التكفيرية بدأت بتنظيم اسمه التوحيد والجهاد. دول مجموعة من المتطرفين الإسلاميين اللي هم من بدو سيناء ومن غزة، من داخل غزة. على فكرة أنا بقول لك من بدو سيناء عشان ما حدش يزعل، بس دي حقائق. أنا بقول لك عندنا ودول ناسنا وهم كمان ناسنا، بس فيهم متطرفين. طيب في لقاءات جماعية مع الـ مع الـ مع خليكي يعني معايا بس مع الجمهور في سيناء، يعني أنا بس عايزة أحط بس بعض النقاط الصغيرة. كان هناك وعي واضح، إنه كان هناك وعي كبير جدا، وده كان واضح من عدد الأشخاص أو الناس المتواجدة في هذه المؤتمرات الجماهيرية يعني لدعم التنمية وتحقيق يعني. سيبيني من التنمية دلوقتي، ما هو التنمية والإرهاب، ما هي التنمية فندم، سلاح مكافحة الإرهاب. اسمعيني يا سحر بقى أرجوكي، اتفضل. بصي، الإرهاب ده ممكن يوقف التنمية، ممكن، فلازم تمشي في المسارين. التنمية مشينا فيها، احنا ضخينا مئات المليارات في سيناء من أجل تنمية في كافة المجالات، وانتوا بالتقارير كتير قوي أنا سمعتها أشرتوا إلى أوجه التنمية اللي تمت في شمال سيناء في مجال الزراعة والصناعة والإنشاءات والسياحة، كل الأمور دي معلش الجمهور سمعها وحافظها أكتر مني، إنما لو عايزين نتكلم فيها هقعد أقولها، بس أنتوا عرضتوها بشكل مفصل جدا. فندم، هو الفكرة إحنا بس بنعتبرها كجزئية أو نقطة مهمة جدا عشان الناس تعرف إنه الدولة بتحارب في جبهتين، جبهة التنمية بالتوازي مع تحقيق الأمن، وهي دي المعادلة الصعبة، وخاصة بعد ما حدث في غزة ومحاولة التهجير وغيره أثارت هذه القضية من جديد، فكان من المتوقع إثارتها لي يعني زيادة الوعي العام والشعبي بحجم المشكلة. صحيح، تنمية سيناء كانت وما زالت من خلال العشر سنوات الماضية كانت هدف استراتيجي للقيادة المصرية، وزي ما بقول لحضرتك كان القيادة المصرية ماشية في مسارين متوازيين، محاربة إرهاب ثم تنمية، وهي دي المعادلة زي ما بقول لحضرتك المعادلة الصعبة، إنك لأن في ناس كتير قوي ممكن يتصور ليها، لا وقادة ممكن يجي لك يقول لك اما خلص الارهاب ابدا التنميه، لان انا مش هحارب في جبهتين، لا، ده اللي حصل هو انك ماشي في مسارين متوازيين، بتحارب الارهاب وايضا شغال في مجال التنميه. بقول لحضرتك اتصرف مئات المليارات في كافه المجالات، تعليم، صناعه، زراعه، صحه، اتصرف كتير جدا. إنما المهم إن إحنا أنجزنا إنجاز كدولة مصرية في تقليم أظافر الإرهاب بشكل حتى أعدائك نفسهم، أعدائك نفسهم مش مصدقين إنك تقدر تعمل هذا الإنجاز. الإرهاب يا أستاذة أسقط دول بجوارنا، يعني لما نتكلم عن ليبيا، ما هي الإرهاب دخل قام بدور خطير جدا في ليبيا، والفوضى قامت بدور خطير جدا في ليبيا، أسقط الدولة. أيوة، شوفي الدولة دلوقتي، إحنا نتمنى أن تعود ليبيا وتعود سوريا وتعود العراق، إنما الدول دي يعني داعش ما هي عملت صولات وجولات في سوريا والعراق، بدأت في العراق
وانتقلت الى سوريا. طيب انا عايز اقول ده نقاش سؤال وجواب، يعني ده نقاش انا لازم اسال حضرتك يعني، او في النقطه دي انا هقول لحضرتك جزئيه. ايه اكتر عوامل بتخلق ارهابي؟ يعني ايه العوامل اللي بتساعد على خلق ارهابي؟ منها اهم حاجه الاقتصاد، اذا كان ليس لديه يعني محفظه ماليه او لديه موارد معينه يعيش منها حياه كريمه، فالدولة تحاول أن تقوم بدور بهذا الدور بتوفير الحياة الكريمة حتى لا تستقطب العقول بدافع المال. نقطة الثانية تحقيق التنمية، ليس فقط التنمية السياحية والأثرية، لا التنمية الثقافية. التنمية الثقافية تعني الوعي، فهنا عندما نتحدث عن التنمية لا أتحدث عن فدادين من يعني زراعات أو عن هي أشياء هي أوريدي موجودة، لكن أنا بتحدث عن التنمية للعقول، التنمية الثقافية، التنمية الاقتصادية التي تجعل هناك أو لا تجعل أسبابا حقيقية للاندفاع وراء الإرهاب. يعني هذه أسباب، يعني ده توضيح بس لحضرتك أنه إحنا بنتحدث عن التنمية ليس فقط كلام مستهلك أو كلام قال. لا طبعا كلام حضرتك سليم جدا. التنمية أكيد لما بتحصل تنمية وبتبقى مفيش فقر الإرهاب يمشي قوي مع الفقر، أنا معاكي تماما. فلما تيجي تعملي تنمية وبالذات الجزئية بتاعت التنمية الفكرية أو المعالجات الفكرية، وإحنا على فكرة إحنا بنحارب الإرهاب في مصر من الثمانينات والتسعينات، وعملنا في التسعينات بشكل خاص ماراثون طويل جدا في المعالجات الفكرية. صحيح، مراجعات داخل السجون. صحيح. لا يعني إذن المعالجات الفكرية ده موضوع. أقول لك على حاجة، أنت تعرفي لولا أن الدولة المصرية بتواجه الفكر الإرهابي، بتواجه الفكر، أنا مش بتكلم بقى بتواجه المسلحين الإرهابيين في مسارح العمليات، لو لم تكن الدولة المصرية بتواجه الفكر الإرهابي بالفكر لكنا انتشر الإرهاب بشكل غير مسبوق. بس إحنا بنركز على الموضوع ده قوي، إنما في جهود بتقوم بيها وزارة الأوقاف وبتقوم بيها مشيخة الأزهر والكليات بتاعة تدريس علوم الدين، وبتقوم بيها أيضا الكنيسة المصرية، بتقوم بيها أجهزة الإعلام، كل دول بيقوموا بأدوار قوية جدا فيما يتعلق بتصحيح الفكر الديني. وعلى فكرة احنا عاملين إنجاز في هذا الملف قوي جدا، بس محدش بيحس بيه. إنما تحس بيه إزاي؟ تحس بيه انك انت هزمتي الارهاب. تعرفي لو ما كنتيش عامله انجاز في الملف ده مش هتعرفي تهزمي. ليه؟ لان هتبص تلاقي اعداد الارهابيين بيزيدوا. ما هو بصي يا استاذه، الخريطه كده ممكن نحطها في ثلاث دوائر. الدائره الكبيره هم الناس العاديين الغالبيه العظمى من المصريين، وفي دائره صغيره فكر متطرف مصري او موجود على ارض مصر ولكن يحمل فكر متطرف تكفيري. متطرف اللي هو التكفيري اللي حضرتك بتقولي عليه ده. يعني ايه تكفيري برضه عشان الناس وتسمعنا تبقى فاهمه؟ يعني هو بيكفر مش بس غير المسلمين، ده كمان بيكفر المسلمين بس التكفير ده يترتب عليه ان هو بيستحل الدماء والاعراض والاموال. يقول لك ده كافر يستحل دمه وعرضه ماله. الشخص اللي بيحمل هذا الفكر في منتهى الخطورة. طيب دول قد ايه؟ قليل جدا على فكرة، مفيش احصائيات لعددهم، انما اعدادهم قليلة جدا. الدائرة الاقل هي بقى صاحب الفكر المتطرف الارهابي اللي بيقوم بعمليات، ينزل يقتل يفجر يعمل كل حاجه. طب حضرتك سمعت عن عمليات ارهابيه خلال المرحله؟ لحظه واحده اما اكمل الفكر. لا انت هتقطعي لي الفكره، اديني بس 10 ثواني مش هكتر. الدائره الكبيره هي المجتمع المصري، الدوائر التانية دي صغيره جدا. طيب عشان كده بقول لك الجهود اللي بتقوم بيها السلطات المصرية لمواجهة الفكر المتطرف جهود قوية جدا، بتخلي الدائرة الكبيرة اللي هي عموم المصريين غير بعيدة عن التطرف، والدوائر الصغيرة دي انت ممكن تواجهيها. فإذا احنا دولة قوية جدا في مجال في هذا المجال. لا يعني اكون يعني مغرور ان انا اقول لك احنا ممكن نكون احنا في العالم كله بالذات مواجهة الفكر المتطرف، التطرف الاسلامي احنا اكتر دولة تملك النهاو بتاع مواجهة هذا الفكر المتطرف.
اتفضلي. طيب وده يثبت يعني نقول انه نسبه العمليات الارهابيه حتى خلال المرحله القادمه حضرتك تقيمها ازاي خلال المرحله السابقه، يعني نقول حتى السنتين الماضيين خلال يعني من بعد ثوره يناير وحتى الان، حضرتك شايف الرسم البياني لها الترتيب؟ طيب سيبك من الاحصائيات بقى، لان معلش انا لا أملك بشكل، انا لا املك احصائيات، بس انا بتكلم على النسبه بعد التنميه وبعد حدوث الخطه او الاستراتيجيه في صيناء. اتفضل يا فندم. بص يا استاذه، من اول 2014 15 16 17 دي يعني المنحنى كان في قمته، وابتدى ينزل منحنى الارهاب في مصر. 13 بدانا بعد 3/7/2013 بدأنا نتحرك تصاعدي لغاية ما وصلنا لغاية 2017، ده قمة الصعود في منحنى الإرهاب. يعني العمليات الإرهابية كانت عمليات كتيرة جدا كتيرة. ابتدى المنحنى ينزل 2018، النهاردة المنحنى يكاد يقترب من نقطة الصفر، يكاد بس ما فيش حد في العالم يملك انه يقول انا قضيت على الارهاب بنسبه 100%. لكن نقطه الصفر ليه بقى؟ ما انا عايز حضرتك تقول لي ليه وصلنا لنقطه الصفر. عشان الجهود المبذوله في مواجهه الارهاب سواء على مستوى العمليات، على مستوى العمليات يعني انت بتواجهي التنظيمات الارهابيه في الميدان، بالاضافه الى انك بتواجه الفكر المتطرف، فانت بتواجههم في الميدان، اما ان احنا نتعامل بقتال ممكن تستهدفي الارهابيين او تقبضي عليهم وتحاكميهم. يعني ان لا اما بتتعاملي معاهم في قتال، لا اما تقتليهم او يقتلوكي وارد، او تقبضي عليهم وتقدميهم للمحاكمه ويحاكموا محاكمات عادله. شكرا. الجهود دي قويه جدا. شوفي يا استاذه، احنا هنا دلوقتي في مرحله اقدر اقول لك مرحله كمون للتنظيمات الارهابيه. التنظيمات الإرهابية بتكون بين مرحلتين، ما بين الكمون والنشاط. كمون لما يبقى الدولة قوية بسلطاتها، مش جيش وشرطة بس وقضاء وكل سلطات الدولة قوية. الإرهاب يكمن لأنه هياخد ضربات ضربات ضربات. طب هما بيعملوا إيه دلوقتي؟ هما كمون من ناحية العمليات اللي على الأرض، ولكن بينشط النشاط بتاعهم كله يتمركز في المؤامرات الإعلامية. مش هتكلم بقى كتير، انت فاهم يعني ايه مؤامرات اعلامية، بنشوفها كلنا على الشاشات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ده دورهم الكبير. ليه؟ الدولة قوية. انما لما الدولة تضعف، يعني لما يحصل احداث زي اللي حصلت في احداث يناير 2011، لا شك ان الدولة في حالة الفوضى بتبقى ضعيفة. هم ينشطوا بقى ويطلعوا من الكمون الى النشاط. دي حاجات مهمة يعني حضرتك جدا. تقصد حرب الشائعات من خلال الوسائل الاعلاميه او السوشيال ميديا. هو ده اللي انت شايفاه دلوقتي. طيب هل حضرتك يعني مصر قدرت تكون جيل واعي بهذا ومدرك بهذا النشاط الاعلامي اللي من خلال وسائل؟ والله انا مش مغرور لما اقول لك ان الشعب المصري الناس في ايد كل طفل، انت الطفل في ايده دلوقتي موبايل. ايوه بس الشعب المصري بلا غرور الحمد لله عنده وعي قوي جدا، والا كان عمل فوضى. انما هو مدرك تماما ان الفوضى بتؤدي الى انهيار دوله. لا، فكون ان الشعب المصري رغم الازمات الكتيره اللي الدوله ممكن تمر بيها على يقين ان هو هتتعالج الازمات دي وهنعديها وهنعبرها، انما انا مش ههد بلدي ولا المؤامرات الاعلاميه اللي بتحصل. ودي يعني عايز اقول لحضرتك ما حدش بيقدر يوقفها. يعني اللي يقول لك اوقفها يبقى مش فاهم. المؤامرات الاعلاميه شغاله على طول، انما الشعب المصري رغم كل المؤامرات دي هو عنده ثقه في القياده بتاعته، بالاضافه الى ان هو عنده ثقه في ان هو مش عايز يكرر اي اخطاء سابقه عملها قبل كده والدوله اتهزت فيها هزه جامده. ففي وعي الحمد لله وهيستمر الوعي ان شاء الله. ادخلي بقى على موضوع سيناء وتأمين سيناء لو عايزه تتكلمي فيه. لا يا فندم، هو احنا بنربط خليني اقول لك على حاجه. طب ان تنميه سيناء مرتبطه زي ما حضرتك بمكافحه الارهاب زي ما اتفقنا. انا عايز افكر الجمهور المصري بحادثه او حادثتين بس حصلوا في سيناء عشان يقدر الجمهور يسترجع الذاكره وقد ايه كنا في 2017 زي ما بقول لك قمه المنحنى بتاع الارهاب، وازاي احنا النهارده. لما فاكرين مسلسل الاختيار احنا كلنا شفناه
في رمضان اللي قبل اللي فات وتابعناه، وشفنا الكمين بتاع البارس اللي حصل هجوم عليه من قبل العناصر الإرهابية. 150 إرهابي دخلوا بعربيات 4x4 ومعاهم أسلحة جيوش، دخلوا على هذا الكمين اللي هو كان أحمد المنسي، توفي رحمة الله فيه الشهيد أحمد العقيد أحمد المنسي. 150 إرهابي أسلحة جيوش دخلوا على هذا الكمين، حصل يعني قتال قوي جدا، مات فيه عدد كبير عشرات الإرهابيين، وبرضو في حوالي 26 ما بين يعني شهيد وجريح من قوات الجيش المصري. المشهد ده مشهد يخليكي تقولي شوفي قد ايه الارهاب كان جاسم على صدر الدولة المصرية وبالذات في شمال سيناء. ثم حادث اخر برضو هفكر المشاهد بيه، مسجد الروضة. مسجد الروضة ده 305 شهيد راحوا فيه اثناء صلاة الجمعة. يعني اذا الفكر الارهابي ده ما سلمش منه. طب اخيرا بقى يا فندم، اخيرا قوه مصر احنا النهارده دلوقتي. طيب انا عندي سؤال بقى لازم اساله، ولا 2017 بالظبط. طيب طيب حضرتك قلت اسلحه جيوش، يمكن استوقفني المصطلح. طيب لاي مدى استطاعت مصر خلال هذه المرحله ان تثبت قوتها وثقلها حتى في القضايا المحيطه بنا؟ اعطت رساله للدول الاخرى بشكل دبلوماسي ومن خلال علاقاتنا الخارجيه بقوتها وثبتها على المستوى الأمني والعسكري، ساعد أيضا في محاربة هذه الفكرة، فكرة الإرهاب الدولي. أنت وقفتي قدام كلمة أسلحة جيوش، من أين أتت؟ يعني طلعت من أسلحة جيوش الجيش المصري مثلا؟ لا طبعا. أنا هأديك المثال، مثال واحد بس، إنما الأسباب كتيرة أكتر من كده. لما توفي العقيد القذافي في 20/10/2011، لما توفي العقيد القذافي وخلاص ليبيا بقى انفكت، انفرط عقدها، ايه اللي حصل؟ اتفتحت مخازن السلاح لدولة، مخازن مكدسة بالسلاح. مش بس القبائل اللي خدت، عناصر إرهابية خدت مخازن دولة مليانة بالأسلحة، نهبت وتوزعت. عشان كده لما تيجي تقولي دخل مصر منها جانب كبير من الأسلحة، أقول لك طبعا دخل. طبعا هو التوتر والقضايا اللي موجودة أثرت بشكل كبير على دعم الإرهاب. أنا عايز أقول لحضرتك أستاذة سحر، دي مؤامرة اللي حصل في ليبيا ده، عشان ممكن مصر ينالها خطر كبير جدا بسبب الأسلحة اللي تهربت. أنت وقفتي على كلمة أسلحة، أسلحة جيوش. أيوة الإرهاب في إيده أسلحة صحيح. جيوش. يعني هي القضايا الدولية المحيطة أثرت بشكل كبير بالزبط على دعم الإرهاب. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء دكتور شوقي صلاح الخبير الأمني وأستاذ القانون، شكرا يا فندم على هذا التحليل. أشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى هنا تنتهي حلقة من القاهرة. غدا إن شاء الله حلقة جديدة، إلى اللقاء.